من اليمن، المستمع سيد هادي بعث يسأل ويقول: أنا شاب في 24 من عمري، بدأت في الصلاة قبل عدة شهور بعد أن هداني الله والحمد لله، فهل علي أن أقضي ما فاتني من الصوم والصلاة وكيف يكون ذلك؟ الواجب عليك المحافظة على الصوم والصلاة منذ تبت إلى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها، ولا يجب عليك أن تقضي ما فات على الصحيح من قولي العلماء، لأن التوبة تجب ما قبلها، ولأنك في حالة تركك للصلاة متعمدا لست على الدين، فلما تبت إلى الله دخلت في الإسلام من جديد. نعم.